السلام عليكم متابعينا الأعزاء، متابعين صوت العدالة في حلقة جديدة من برنامج رأيي كمواطن. إذا كما سبق وقلت أننا دائما المعود فينا أننا كنتكلم على مشاكل الناس وكذا البنية التحتية وما إلى غير ذلك، لكن في حلقة اليوم غادي نتكلم على واحد الناس اللي نادرا فين كنلقاو اللي يهضر عليهم أو لما كنلقاوش اللي يهضر عليهم، ألا وهما وفي حلقة اليوم غادي نتكلموا على رجال القوات المساعدة. اذا متابعينا الاعزاء من تنقولوا رجال القوات المساعده او المخازنيه وكاين اللي كيسميهم بواحد المصطلحات اللي خصنا نمسحوهم من الدماغ ديالنا، رجال القوات المساعده اصبح اليوم لهم دور كبير، حتى هما اكيد في حفظ الامن العام، اكيد حتى هما ولاو الناس الاساسيين في المنظومه الامنيه. كما كنعرفوا رجال القوات المساعده ماشي يمكن راهم الوحيدين اللي كيخدموا مع جميع الاجهزه، كيخدموا مع رجال الشرطه وكذا مع رجال الدرك وكذا مع رجال الوقايه المدنيه وكذا مع رجال القوات المسلحه الملكيه وما الى ذلك. يعني هما كيخدموا في جميع المجالات. واحد الصوره كما قلت تخاضت عليهم هو انهم مخازني غير الزروطه وما تعرف حتى حاجه. فعلا شحال هذه هادشي اللي كان باش نكونوا متفقين. ومن بعد الامور اللي غادي نبغي نهضر عليها، وواحد الطريفة كانت وقعت لي وانا صغير، يمكن عندي 9 سنين 8 سنين بحال هكا. كنت انا ذاك ساكن في مدينة مكناس وكنمشي نتفرج في النادي المكناسي، وكنت واقف حدا الملعب الشرفي، واقف سهيت، انا واقف التيران، راه هو انا واقف هنا سهيت، كنا كنبغيو ندخلو فابور يعني واقف برا التيران، باقي انا غير كنشوف، باقي صغير ما عارفش هي كنشوف، حتى كنحس بزروطة نزلت عليا الرجلية، واحد الضربة الضو ضربني، درت ديك هكا لقى رجل من القوات المساعده، انا ذاك اللي كانوا كيعرفوها الزرواطه، ما كيعرفوا لا الف ولا تاء، كيعرفوا الزرواطه. وضربني شت فيه وهربت، لا حول ولا قوه الا بالله. كان هادشي كانوا فعلا تعامل ديال القمع، لكن دابا في المنظومه الجديده ما بقاش هادشي، والمغرب ولله الحمد مشى بعيد او غادي فحقوق الانسان، فيمنع منعا كليا دابا من هنا الفوق، يعني الضرب وكذا والقمع هادشي ما بقاش. اذا متابعينا الاعزاء كما سبق لي وقلت، رجال القوات المساعده اليوم ماشي هما د البارح، اليوم ولينا كنشوفوا شباب كيدخلوا اللي هما واعيين اللي هما فاهمين، ما بقاش داك الجيل ديال شحال هادي اللي كيعرفوا غير الزروطه، ما بقاش. اذا خصنا نتصالحوا مع هذا الجهاز، خصنا نحيدوا بعض المصطلحات وبعض الغبار من الدماغ ديالنا على هاد الناس هادو، فهما كذلك كيسهروا حتى هما ليالي وكيخدموا بالليل والنهار من اجل حفظ الامان او الامن العام، حتى هما كذلك كيخدموا مع رجال الشرطه كما سبق لي قلت، مع رجال الدرك، مع رجال القوات المساعده، يعني هما كذلك كيخدموا في الصالح العام. اذا متابعينا الاعزاء، من الصعوبات اللي كتواجه هذه الفئه من المجتمع اللي هما رجال القوات المساعده، اكيد رجالا ونساء، يعني جهاز القوات المساعده، هما كذلك كيواجهوا كما على حساب المشاكل اللي عندهم على حساب ما وصلني، انهم ضعف الراتب الشهري على حساب ما كيقولوا. وكذا الحاجه الثانيه وهي اللي غنهضر فيها وغنسطر عليها، هي كيقولوا بانهم كيلقاو مشكل مع بالتعامل مع المواطنين. المواطن مازال تيحتقر رجل قوه مساعده، تيقول هو مخازني وغي كذا وغي كذا. شوف متابعينا الاعزاء، نقول واحد القضيه، فعلا انا ضد اننا نعطيو شي واحد اكثر من قيمته، عاوتاني ما خصناش نحتقروا الانسان، داك الناس حتى هما راهم في خدمه الصالح العام، حتى هما حنا ولينا كنشوفوهم في الشوارع صراحه اللي هي بادره زوينه، هما كيكونوا على البحور وكيكونوا يعني في جميع الامور، لكن ولاو كيكونوا دابا معنا حتى في وسط المدينه، وحتى هما عندهم حق يتدخلوا الا شافوا شي حاجه ماشي هي هذيك، باش نكونوا متفقين، الا شافوا شي حاجه يعني اي حاجه اللي كتدخل في الامن برا، يعني شفار، يعني شي واحد هاز سلاح ابيض كذا كذا، هما راه من حقهم يتدخلوا باش الناس ما يبقاوش عندهم مغالطات. اذا هاد الفئه براسها خصنا نشكروها وخصنا نقول لهم شكرا اللي كيخدموا في الصالح العام. كنهضروا ملي كنهضروا على رجال القوات المساعده ونساء القوات المساعده، كنهضروا مع الشرف اكيد باش الموضوع ما بقاش، لكن اللي حصل كذلك سواء في شي تعامل بالعنف، حيت كاين بعض منهم باقي فيهم هذه العقليه ديال انهم كيعنفوا، بعض منهم باقي ما كيعرفوش كيفاش شنو هو التعامل، بروتوكول العمل ديالهم ما تيعرفوش، كاينه هذه القضيه. بحال هذوك انا اكيد نحاربهم، لكن رجال الشرفاء اللي كيشتغلوا في الصالح العام، اللي عندهم لباقه في الكلام، كما كنشوف في المقاطعات، اغلب المقاطعات ملي كتمشي كتلقى رجال القوات المساعده كيتعاملوا زوين، نكونوا واضحين، كيتعاملوا زوين، كيوجهك الى ما لقى يوجهك، لقى شي مساعده غيديرها. اذا هذا شيء جميل، وهذا هو رجل القوات المساعده د اليوم، ماشي هو د البارح، د البارح راه منبوذ ومكروه، باش نكونوا واضحين، د البارح الزروطه، تعرفي الزروطه، حنا في وقتنا لهذا الزروطه انا متفق معاه في حاله واحده، تستخدم ضد الاجرام،
لكن مع مواطن تيغير غير يسولك وتغوت عليه ولا تدور فيه بحال اللي كيوقع في بعض الكوميساريات اللي ان شاء الله الا طاحت في يدينا شي حاله من هذه الامور ما غاديش نشكتوا عليها. اكيد في بعض الكوميساريات كاين اللي كتمشي غير تسول كيدوروا فيك على حسب ما سمعت، انا ما عمرها وقعت لي، هذا هو اللي كاين. حنا ما بغيناش هذه الامور، هذا بلادنا المؤسسات تقريب المؤسسه المواطن، هذا هو داخل في هذا الاطار، حسن الاستقبال حسن الاستماع وحسن الإصغاء، هذا هو اللي كاين. إذا متابعينا الأعزاء، اليوم ما بغينا نشكروا رجال القوات المساعدة، نقول لهم شكرا بزاف على المجهودات اللي كتقوموا بهم، وأكيد الأمور إن شاء الله غتصلح مستقبلا، شوية بشوية غادي تصلح. المواطنين حنا بدورنا غنديروا نوصلوا لهم أن هاد الرجال تا هما كيخدموا الصالح العام، راه ما كاينش شي حاجة اللي خدامة ضد الصالح العام، الحمد لله كل شيء في الصالح العام. أكيد أي جهاز كتلقى فيه بعض النوع اللي فاسدين، حنا داك النوع اللي بغينا نحاربهم في أي جهاز كما قلت، وأي جهاز إن شاء الله غنعطيوه وقته وغنهضروا عليه. إذا شكرا لكم رجال القوات المساعدة المغربية، وكان معكم ربيع دحاني.